صلاة القلب، أسرار من صلاة حنة والدة صموئيل. 1 صموئيل إصحاح الأول. توني فرانسيس، بي السماء، وبدي أشكرك اليوم باسم يسوع يا رب لأنك عم تحط على المائدة قدامنا يا رب إعلان الصلاة كرمال تشبعنا منه، كرمال ننمى يا رب فيه. صلي باسم يسوع أنك تسكب علينا روح الحكمة والفهم والإعلانات، وتفتح عيوننا كرمال نعرفك معرفة كاملة يا أبو المجد يا رب. ونشكرك أنك تشددنا وتجعلنا مصليين ومتشفعين ممسوحين مثل يسوع، كرمال نجيب ملكك كما في السماء كذلك على الأرض، باسم الرب يسوع المسيح، أمين. يا رب كلم كل قلب يا رب بهيدا التعليم الصغير البسيط السريع والعميق، أمين. من كم سنة لورا هيك خلق جواتي حب أنه كون عم فصل مع الروح القدس لقاء حنة مع الرب بصلاته، لما كانت بحرقة عم تبكي لأنه كانت عاقر وكان بدها ولد، وحبيت بوقتها أنه كون عم بدرس عن موضوع الصلاة من هيدا المكان بالذات تحديدا، وروح الرب على كل آية كان عم بيعطيني إعلانات باركتني جدا، واليوم حابب كون عم شاركها معكم. رح أمشي آية آية، التعليم سريع منه طويل بس ممتع جدا وفعلا مفاجئ بإعلاناته. فهيك افتح قلبك وخلي الرب يكلمك تتروح على مستوى جديد من الصلاة باسم يسوع. في آيات أنا معلق عليها وفي آيات مش معلق عليها رح كون عم بقراها. كان رجل من راما تايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه ألقانا بن يروحام بن أليهو بن توحو بن صوف، هو أفرايمي. وله امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. ذكرت حنة قبل فننة بعيد الآية، والروح القدس ما كتب بطريقة عشوائية الكتاب المقدس، ترتيب الكلمات وسرد الأفكار له عمق وله إعلان. وهون ذكرت حنة يلي هي عاقر قبل فننة يلي هي كان عندها أولاد. ليه؟ لأنها المحبوبة. أما فننة يلي انذكرت تاني شيء فكانت المثمرة بأولويات الله حبه لألك قبل الإثمار. قد لا تكون مثمرا الآن للرب ولكنك محبوب جدا منه، وهيدي الأولوية والأهمية بالنسبة للرب. اسمك يبقى دائما في الطليعة بسبب حبه لألك وليس بسبب أعمالك وإثمارك لألو. أنت غرض حبه وأولويته. سوف تبدأ محبوبا وغير مثمرا، وتنتهي بعد تعاملات الله معك محبوبا ومثمرا لمجده. فقد انتظر وارتاح بحبه لألك واثبات بالكرمة. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو، وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب. ولما كان الوقت وذبح ألقانا أعطى فننة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة، ولكن الرب كان قد أغلق رحمها. أعطاها زوجة نصيب اثنين وقت التقدمة، مش لأنه كانت عاقر، بل الآية بتقول بوضوح لأنه كان بحب حنة. إن أعظم مستويات الحب هو عندما تعطي، ليس لأن الآخر باحتياج بل لأنك تحبه
وليس بداعي الشفقة. في حكمة هون. فلو أعطاها مع الحب دايما في حكمة، فلو أعطاها زوجها لأنه يشفق عليها لزاد جراحها جرحا آخر، لأنها سوف تعلم أنه يحاول أن يعود لها لأنها عاقر. ولكن عطاؤه لإلها كان نابع من حب عن جد نقي. ما هي دوافع عطائك؟ بعدنا بنفس الآية. ألقانا أعطى مرت حن نصيب اثنين، أي تقدم مضاعفة لأنه أحب. شوف الإعلان الرائع هون. ولكن الآب السماوي لم يعطك نصيب اثنين، بل أعطاك كل ما لديه ابنه الوحيد، فقد بذله بدافع حبه الغير مشروط لك، وليس بدافع أنك عاقر أن ترضيه بأعمالك، علما أنه هيدا صحيح. توقع مضاعفات من السماء بسبب حبه لألك، لا أكثر ولا أقل. ورد بيوحنا 5 أنه الآب بحب الابن ويريه جميع ما يفعل. هل تمتلك إعلان حبه لألك؟ يأتي الفيض لأن الرب يسكب فقط على هذا الأساس. ومين بيعرف لي أعطى حنة نصيب اثنين كما لو أنه أعطاها حصتها وحصة ابنها القادم مسبقا؟ هل من الممكن أن يكون هذا العطاء نبوي ومسبق من ألقانا؟ وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المرغمة، لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت حنة ولم تأكل. لاحظ أن ضرتها كانت تغيظها كل ما طلعوا على بيت الرب، مما جعل حنة تبكي ولا تأكل. فقد علمت ضرتها التي أرادت أن تغيظها لغيرتها منها بسبب حب ألقانا لإلها، أنه أكثر مكان مؤذي لحنة هو بالمجال الروحي ببيت الرب. يبدو بحسب الآية أنه نشاط الغيظ والغيرة لم يكن في البيت بل في الهيكل. كانت فننة مليئة بالغيرة، وهذه حرب بعض الإخوة والأخوات. ألم تنشأ كل الحروب بحياة يوسف لأن أباه أحب أكثر من إخوته؟ وبالمجال الروحي أيضا، بوقت التقديمات غار قايين من هابيل لتقدمته المقبولة من الله فقتله. كم تعمل الغيرة في المجال الروحي. قد تكون أنت وأحد الأصدقاء كتير يعني صداقة قوية بيناتكم لسنوات، وفجأة ينقلب ضدك أو أنت تنقلب ضده بس بالخدمة الروحية. تعمل الغيرة كثيرا وقت التقديمات لله. انتبه من هيدا الأمر يلي رح يقتلك روحيا. تقديمته أفضل من تقديمتي، صلاته معبرة أكثر، ترنيمه أروع، إلى آخره. كل هالمقارنات طول هيدي البزار السامي قبل أنه تقتلك بإعلانك حرب الشكر على الإخوة والأخوات. فعندما تشكر الله لعمله في حياتهم تنتصر. بعدنا بنفس الآية. هيدا من جهة فننة، كانت تحب إغاظتها، ولكن وراء هذا نشاط شيطاني لتعطيل حنة عن أهم شيء في بيت الرب وهو العبادة. بالنسبة لفننة اللي كانت عم بتغيظ حنة، هي ما كانت عارفة وراها في نشاط شيطاني، هي بس كانت غيرانة ومغتاظة من حنة لأنه زوجها بحبها أكثر منها. بس في قصد للشيطان كمان بمضايقة حنة، وهو أنه يمنع حنة من أنه تعبد الرب ببيت الرب. ليه؟ فمنشوف هون الفبكت ولم تأكل، عم نحكي عن حنة، لأن الشيطان نجح في إعاقتها من خلال أختها بالإيمان. هذا هدف إبليس الأول والأخير، أن يعيقك عن العبادة ويبعدك عن الله.
كانت حنة بالهيكل ولكن منغلقة على نفسها وترثي لحالها. كم وكم من المؤمنين الموجودين داخل الكنيسة لا يعبدون الرب لهذه الأسباب. الآية 8: فقال لها ألقانا رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ أصابت الكآبة حنة. فهذه هي بعض عوارض الكآبة: البكاء والانقطاع عن الأكل. وحاسس هون في مسحة الروح القدس هلأ لا يكسر عنك وعنك روح الكآبة فعلا شاعر فيها. وبعد بعد هيدا الشيء هلأ، بعد هالموجة، بعد هاللمس، بعد هاللحظة، رح ينكسر عنك هيدا التقل. هللويا، نرحب فيك يا روح الرب. كمل معي. البكاء يعبر عن المشاعر المضطربة والمجروحة، وعدم الأكل يعبر عن انقطاع الشهية. فالكآبة تضرب نفسك وجسدك، ولكنها تضرب روحك أولا، مصدر قوتك. فبسبب عدم قدرة حنة على العبادة ضعفت نفسيا وجسديا. احمي قلبك بالعبادة والعلاقة الدائمة مع الرب، لأن من قلبك مخارج الحياة. مهما كان سلاح إبليس، تيقن منه وانهاض سريعا قبل أن تصل إلى نهايات مسدودة. بعدنا بنفس الآية نرى هون اهتمام ألقانا بزوجته عندما سارع في التدخل. شو حلو؟ سارع في التدخل. فالزوج يرعى ويهتم ويحمي. ونتعلم من ألقانا دروس رائعة في تعاملاته مع زوجته. لم يصرخ على حنة وما أمر بالتوقف عن البكاء، بل كان أسلوبه لطيف معطر بالحب. فأخذ يسائلها: ما بالها؟ يا لهذا الأسلوب المحب، علما أنه كان يعرف شو بها. فالذي يحب يكون حساسا لاحتياجات وألم الآخرين، ويعلم قبل أن يأتي الجواب. وأراد ألقانا بقوله لها أن حبي لك خير من 10 بنين، هو أنه يلفت لانتباهها على ما تملك وليس على ما ينقصها. واو. أراد أن ينسيها ويشيح بنظره عن مكان ألمها. فهذه هي إحدى طرق التعزية والتخفيف من الألم. ولكن الشيطان يضع إصبعه على مكان الألم ليجعلك تركز في هذا الموضع. علميا نعلم أنك تشعر بتحسن من وجع ضرسك لما بتنشغل بوجع تاني أو بأمر آخر. ركز على الرب، فهو خير لك من 10 بركات تنقصك الآن في حياتك. واو. أشكره على كل النعم وسوف ترى تحسنا عظيما وسريعا. هللويا. لأي 9: فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلوه وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب. قامت حنة. تعاملات حب زوجة لإلها ساعدها على النهوض من وضعها. حب الله لك ينهضك من ألامك إذا أعرته انتباهك. إني أشكر الله بكل مرة كنت فيها بحالة سيئة تمنعني من عبادته، يرسل أحد ليواسيني بتعزيات الحب وبكلمات قليلة ولطيفة مثل: شجع، تستطيع، الرب يحبك. بحبك واهتمامك ترد نفسا بحبك سوري واهتمامك ترد نفسا عزيزة لعبادة الرب. واو، بدي ارجع عيدها. بحبك خي واختي للآخرين وباهتمامك فيهم بترد نفس عزيزة لعبادة الرب. ما أعظم خدمة الرعاية. من يعلم لو لم تتشجع حنة لما صلت.
ولو لم تصلي لما أتى صموئيل. وكل هيدا ابتدأ بتشجيع بسيط من زوجة لإلها. الآية 10: وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء. لاحظ هون أنه تشجيع حب زوجة لإلها ما جعلها سعيدة فجأة، وما حل مشكلة عقمة، بل بقيت مرة النفس. هاي الآية بتقول هيك، بعد مرة النفس بس قامت قال وصلت. ولكن هيدا التشجيع عطاها قوة كفاية لتقوم وتصلي وتسكب قلبها قدام الرب. انت وانا مش الحل، نحن بس منقود الناس ليسوع. لأي 11: ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته، كل أيام حياتي، ولا يعلو رأسه موسى. بالرغم من مرارتها ابتدأت حنة بتسبيح الرب ونادته برب الجنود. لم تصلي مباشرة صلاتها، بل سبحت الرب. بالرغم من كل وضع السيء أعلنت إيمانها، ولم تنسى أن الله ما زال رب الجنود وقدير. من خلال صلاتها يتبين لنا أنها كانت تشعر بالمذلة والترك وبأنها منسية. الكآبة سلاح قوي من أسلحة الشيطان، والشعور بالذل والعار وأنك لوحدك في معاركك. بعدنا بنفس الآية: واحدة من الأمور القوية التي تستطيع أن تفعلها مع الرب في صلاتك هي العهد أو النذر، مثل ما هون عملت حنة. فالرب إله العهود، وهو يفهم تماما هيدي اللغة. والقوة بالنذر أنه يعلن عن الجدية الكبيرة في صلاتك وإيمانك، والرب يتحرك بقوة عندما يرى التزامك وإصرارك على التغيير والسلوك بالبركة. ألم يبارك الله يعقوب بعد صراعه معه؟ هل تصلي بجدية؟ هل حقا تريد ما تعلنه في الصلاة؟ ليكن لك بحسب إيمانك. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان، وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. أكثرت الصلاة أمام الرب. في أمور لازم تطول صلاتك من أجلها، خاصة بمجال العقم وعدم الإثمار بسلوكك وشخصيتك وخدمتك. صلي ولا تمل. ما أجمل هذه الآية، وكم نتعلم منها عن الصلاة. إن وجد مكان واضح في الكتاب المقدس يصف لنا فيه ما هي الصلاة بالروح، إنها هذه الآية. كانت تصلي من حرقة قلب من الداخل، وتكثر الصلاة لدرجة أنها بدت كالسكرانة لحركة شفتيها السريعة. هذه هي صلاة القلب، صلاة الروح. وصفها عالي بالسكيرة لأنها كانت وكأنها فقدت السيطرة، غير أنه لم يعلم أن خمرة الروح القدس سيطرت عليها، وأخذ الروح القدس القيادة في صلاتها. واو. بعدنا بنفس الآية: هذه هي صلاة القلب الفعالة التي تلمس السماء لتلمسك السماء بعدها. كانت تتكلم في قلبها، هيك بتقول الآية، تصلي من روحها. أظن أنه لم يأتي مصلي أو متشفع إلى هيكل عالي قبل حنة بهيدا الشكل، وإلا كان لابد أن يكون عالي متعودا على هذه الأمور. يبدو أنه رأى لأول مرة معجزة امتلاك الروح القدس لإنسان والصلاة من خلاله. إنها حالة النشوة في الصلاة، الصلاة في الجسد
مملة. هل أنت مميز بالصلاة كحنة لدرجة أنك تشكل حالة غريبة؟ سوري، هل أنت مميز بالصلاة كحنة لدرجة أنك تشكل حالة غريبة في كنيستك لم يراها أحد من قادتك قبلا؟ قد تكون أول من يخترق في هذا الأمر وتنشر العدوى. لأنه فكر فيها، عالي تفاجأ بحنة وهي مش سكرانة، هي عن جد عم بتصلي، فكانت حالة غريبة بالنسبة لعالي. فقال لها: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. لهي 15. فأجابت حنة: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. اتهمها بالسكيرة، ولكن كيف تعلم أن حني كانت فعلا بالأمجاد وبمحضر الرب؟ من خلال جوابها المحترم لألو: لا يا سيدي. هللويا. عندما تتعلم الدخول لمستويات النشوة في الصلاة، سوف تختبر تحولات جذرية بشخصيتك وأسلوبك. فهم يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأنك تشبه يسوع. هم يشتمونك في الكنيسة وخارجها، وأنت تبارك. لا يهمني كم ساعة تصلي وكم اجتماع تحضر، إن لم أرى السماء فيك فأنت غير مؤثر ولن تجذبني لأتبع يسوعك. فالصلاة القلبية الحقيقية تأتي بالتغيير لشخصيتك أولا. واو. بعدنا بنفس الآية: بالرغم من حزنها الشديد، لم تلجأ حنة لمسكنات ومهدئات ولطرق العالم بتخدير أوجاعها، بل علمت أن عونها يأتي من السماء. هل تفعل مثلها؟ أم تجعل هذا العالم يواسيك بطرقه؟ هل الله هو أول من تقصده؟ اعلم أن في محضره ملء الفرح، وعن يمينه يسوع مسرات أبدية. لاي 16. لا تحسب أمتك ابنة بلعال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. كرمال هيك طولت بصلاتي. شوف هون، إنها تعتذر منه، والأهم عم بتصحح صورتها أمامه كمؤمنة، جزء من هيدا الهيكل. امرأة ذات وقار عن جد، قالت له: ما تفكرني ابنة بلعال، يعني وثنية أو حدا سكير أو هيك، مش بنت إبراهيم. لا، هل تهتم لسمعتك كمؤمن بالرب يسوع؟ أم أنك لا تبالي إذا جدف اسم الله المدعو عليك؟ اسلكوا سلوكا يليق بالإنجيل، بالدعوة التي دعيتم إليها. هون كانت عم بتظبط صيتة قدام عالي الكاهن، عم تقول له: لا، ماني سكرانة. كانت عم تفسر له ليش كانت عم تتصرف بهذه الطريقة. فأنت وأنا عن جد عنا هالمخافة إنه نلمع صورة الرب قدام الآخرين لما ما يفهمونا ليش هيك عم نتصرف. فهون عن جد درس كتير مهم لإلنا. لي 17. فقال لها عالي: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. هل أنت كقائد بهمك سلام من هم بالفريق معك أو بكنيستك؟ هل تتفق مع احتياجاتهم بصلاة الاتفاق؟ ما أجمل وأقوى الرضا من السلطة العليا عندما يأتي، وكثيرون يتطلعون إليه مثل حنة ناطرة أنه عالي الكهنة يباركها. كلمة وبركة السلطات قوية جدا وتختم على التغيير. لقيت 18. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعد مغيرا. تغير وجهها بمعنى، وأكلت. مرة أخرى نجد
بجوابها أنها فعلا امرأة مصلية، امرأة تحمل التغيير بشخصيتها وصفات يسوع. بحسب جوابها قالت له: لتجد جاريتك، قالت له جاريتك خدمتك، لتجد جاريتك نعمة في عينيك. عندما تصلي تتغير وتتحول. عندما صلى يسوع تجلى بصورته المجيدة للتلاميذ. عندما تصلي يظهر يسوع من داخلك. مرة أخرى سأقول لك: أنت تخدع نفسك أنك مصلي وتصلي إذا بقيت بنفس غضبك ولؤمك وتمردك وزناك. اطلب الآن من الرب أن يعطيك حياة صلاة لا رياء فيها. أمين. بعدنا بنفس الآية نجد أيضا بعد الاحترام واللطف منشوف التواضع بحنة. فيا لم تقل له: أنني لست بحاجة لاتفاقك معي ورضاك، فأنا أصلا مصلية ومتشفعة من سنين ومش محتاجة لحدا. أظن أنه لو لم تظهر حنة ثمر الروح بعد موهبة الصلاة لأجهضت كل هذا الوقت. يهم كثيرا وقت الصلاة، بس اللي بهم كمان أكثر هو الوقت اللي بعد الصلاة. بعدنا بنفس الآية: لا أريد التجريح بأحد، ولكن أنظر إلى مؤمنين وقت العبادة وأقول: ما أجملهم، إنهم كالملائكة. ولكن بعد انتهاء الصلاة وعودتهم للحياة الطبيعية بكشفوا عن أنيابهم ومخالبهم. عن جد تحولت جذرية بعد الصلاة. أكلت، أي استعادت شهيتها وقوتها وتغير وجهها، أي استردت فرحها. أنت لم تدخل عرش الله بالصلاة إذا خرجت منه كما دخلت. ونقطة: إذا ما بتطلع فرحان ومغير يعني أنت ما صليت، أنت ما فتت على محضر الرب. نقطة، خلص هي. لقي 19: وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة، وعرف ألقان امرأته حنة والرب ذكرها. هل ترى هنا الإيمان العامل؟ ذكر أنهم كانوا يحاولون ألقان ومرته لسنين أنه يجيبوا ولد، وباءت محاولتهم بالفشل. ولكن بعد الصلاة عشرة زوجة وتم الإثمار. هل تأخذ خطوات إيمان بعد الصلاة؟ هذا مهم جدا، لأن الإيمان لا يمتد فقط لفترة صلاتك بل لحين تحقيق الوعد. صحيح أن حنة هي من امتلكت الإيمان، ولكن معاشرة زوجة لها تأكيد وتأييد لزوجته أنه صدق ويؤمن بالله صانع المعجزات. هل عندما ترى إيمان الآخر بتشاركه فيه وتدخل معه بتحقيق الوعد؟ عندما تنجح بالإثمار الروحي أولا تنجح وتثمر جسديا، لأنه كما في السماء كذلك على الأرض. لأي 20: وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. معنات اسم صموئيل هيك: لأني من الرب سألته. عندما حبلت حنة أستطيع أن أتخيل ردة فعل ضرتها والدهشة في عيونها. كانت تغار منها، لأنه زوجها بحب حنة وهي عاقر. ماذا عن الآن؟ كان كابوس لفننا أنه زوجها كان يحبها وهي عاقر، هلأ صارت حبلي، شو هالكابوس؟ إن حب الله لك هو كابوس للشيطان، وإثمارك كابوس آخر. توقع أن تزداد غيرة الآخرين عندما تثمر في الكنيسة، فالبعض من مجد إلى مجد والبعض الآخر من مرارة إلى أخرى، وأنت سببها. والمفاجأة أن الرب أعطاها ابن بحسب صلاته، ما أعطاها بنت.
لأنه حنة ما صلت اعطيني طفل بس فقط لأنزع عاري، بل حددت طلبها وسألت من أجل صبي زرع بشري يعني نسلا. وهذا أيضا ضمن الثقافة اليهودية بيعني الكثير، عندما يأتي صبي ليكمل النسل. فوجع فننا لم يكن فقط أنه حنة رزقت بطفل، بل أنه كان صبيا أيضا، مش أنه خلص حنة جابت بيبي لا، وصبي يعني كثير. الله إله التعويضات، ينزع عارك ويفدي وقتك ويخجل أعدائك. بعدنا بنفس الآية، استطاعت حنة أنه تسمي بركتها صموئيل، ويعني لأني سألته من الله. هل تستطيع أن تسمي بركاتك صموئيل؟ أي لأنك سألت من الرب؟ هل تأخذ البركات من يد الله مباشرة؟ أريد أن أسمي كل أمر يحصل معي صموئيل. الآية 21، وصعد ألقانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره، أما أنا وأهل بيتي فنعبد الرب. بحب التزام رب هيدا البيت بالحياة الروحية، كل سنة كان يطلع. مكتوب عن يسوع أنه كعادته كان يصلي، إنها عادة الأبرار أن يصلوا. هل تصلي عندما تتحرك مشاعرك، أم أنك ملتزم بالصلاة وكعادتك تفعل هذا باستمرار؟ الآية 22، ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها: متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. لم تنسى حنة نذرها للرب، فهي ملتزمة للآخر، ولم تطعن الرب بظهره، ولم تظهر عدم الأمانة بعد ما امتلكت البركة. هل تبقى أمينا قبل البركة وبعدها؟ فهذا يظهر نوعيتك كمؤمن. كانت حنة متمسكة بالرب وليس بالبركة. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. كانت تريد أن ترد البركة للرب بأفضل حالاتها، فكرست وقتها وحبها وعنايتها لتربية نبي الله. واو. هل تعمل على رد بركاتك ووزنات السماء بطريقة مضاعفة وبأفضل حالاتها؟ السماء تعطي لأنها تحب، ولكن عنايتك بالبركة ومضاعفتها هي رد حبك للسماء. هل يستطيع الله أن يأتمنك؟ كرمال هيك حنة منشوفها هون إنه ما طلعت دغري، قالت له خليني أفطمه واهتم فيه، فكانت عم تهتم بهالبركة وعم تترده للرب بأفضل حالاته. الآية 23، فقال لها ألقانا رجلها: اعملي ما يحسن في عينيك، أمكثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته. وفق ألقانا باختيارات زوجته لأنه يحبها ويعرف أنها امرأة صلاة وحكيمة. هل تثق بمسحة الذين أنت معهم بشركة وبخدمة ما؟ لي 24، ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلو والصبي صغير. الرب يحب المعطي المتهلل. كثيرون هم الذين يعطون، ولكن قليلون من يعطون الرب بفرح. كان من الأسهل نسبيا على حنة أن تعطي ابنها قبلا حين ولادته مثلا، لأن بعد هذه السنوات تعلقت فيه لابنها وزاد ارتباط الحب بينهما، غير أنها فرصة جديدة لحنة أن تظهر حبها للرب بهيك تضحية. تقول الآية أن قدمته بفرح عظيم ومش بانزعاج، وكيف منعرف؟ لأنه قدمت ثلاث ثيران ودقيق وخمر، كان فيها بس انه تطلع وتعطي ابنها وخلص انه هيك تطلع، انه شوي زعل انه تعلقت فيه وعطته. لا، مش بس كانت فرحانة انه رجعت ردته للرب بأفضل حالاته واهتمت فيه،
ردته كمان بفرح عظيم بالذبايح اللي قدمتها، مع انه عطت مع اعطاء ابنها لهذا التكريس. لانها اتت به الى الرب، فهو اساسا ليس لها اصلا، بل للرب، كانت موكله به الى حين. وسبب فرحها انها تضعه بين اكثر الايادي حنانا في هذا الكون. هذا سلام كل ام عندما تطمئن على حاله اولادها. فعلا لن تفرح وتنعم بالسلام ما لم تسلم احبائك لمن صنعهم للرب. فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي الى عالي، وقالت: اسالك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، انا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي الى الرب. لي 27: لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه. حني هون عم بترد الشكر وتعطي المجد والتسبيح للرب أمام عالي، وكانت تعلمه أنه هيدا الصبي مش عادي، أتى بمعجزة من الله حتى تميزه لتميزه. هذا ما قاله أقرباء إليصابات عن يوحنا اللي كانت عاقر وأتى بمعجزة من الله. شو قالوا لما عرفوا أنه أتى بمعجزة من الله؟ قالوا: إلى ما سيقول هذا الصبي فقد كانت يد الرب عليه. هل تميز يد الله أم أن كل شيء لك يبدو بنفس اللون والمنظر؟ شيطان بيميز من يميزه الله ليقضي عليه. هل أنت تميز ما يميزه الله لتحميه؟ هل تميز من هم مميزين بخدمتك وبكنيستك وبتحميهم وبتصليلهم أكثر وترى يد الله على حياتهم؟ وأخيرا آخر آية، الآية 28: وأنا أيضا قد أعرته للرب. عم بتكفي حني، عم تقله لعالي: أنا أعرته للرب جميع أيام حياته، هو معار للرب. أنا عم بعطيه كل أيام حياته، مش حأرجع طالبك فيه بنص عمره أو بعد كم سنة، لا، أنا قلت من الأساس في ندر بدي أعطيه للرب لدايما، ما بقى رح أرجع وأخده من الرب. وسجدوا هناك للرب. آمين. واو، هاليلويا. بصلي أنه تكون انفتحت عيونك على بعض الأسرار بالصلاة، وبصلي أنه تكون تباركت، وكمان إذا بتحس ترجع من جديد تسمع هيدا التعليم، رجع اسمعه كمان بروح الصلاة، وقف، خد نوت، صلي، سكوب قلبك قدام الروح القدس، قل له: يا رب عمول فيي هالنقطة، وعمول فيي بهالنقطة، وعمول فيي بهالنقطة. فعلا خلي هالمشاركة عن جد هيك تشبك لملء المشيئة الإلهية، مثل ما الحوت شبق يونان بقوة عزفه لملء المشيئة الإلهية. خلي عن جد هيك هيدا التعليم وصلواتك ضمن هيدا التعليم هيك تباركك وتمسحك، وتكون عن جد من المصلين المتشفعين الأشداء بحياتك، وتكون عم بتبارك ملكوت الرب وتجيب السماء على الأرض، ومن خلالك كمان تبارك كتار 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 باسم الرب يسوع المسيح.